متفقين معهم أن لنا مصاعب اقتصادية واجتماعية في البلاد، وأننا في محيط دولي خطير على البلاد، لكن لم نتفق على وجود لا أزمة سياسية لا مشاكل سياسية. فمن ثم باش نصل الجواب على النقاط الأساسية لحركة مجتمع السلم فيما يتعلق في بالعمل من أجل خلق إجماع وطني حول مترشح لرئاسيات 2019. ذكرناهم أننا خدينا موقف علني بأن التجمع الوطني الديمقراطي يناشد المجاهد والرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقبول الاستمرار في العمل من أجل استقرار الجزائر واستمرار مسار البناء والتشييد. فبوضوح أعتقد أننا فاهمين من اللي حول هذا الموضوع ما نقدرش نتفق. ثانيا فيما يتعلق ببناء إجماع سياسي حول الرئاسيات، قلنا أن عندما يصل الوقت للمواعيد الانتخابية الرئاسيات في هذه الحالة الكلام على الإجماع هو نكران للسيادة الوطنية أو السيادة الشعبية. النقطة الأخرى قضية المرحلة الانتقالية اللي شرحت لنا ماهيش بالطريقة اللي كنا نقرأ فيها في الإعلام باش نحضر للمستقبل إلى آخره. حنا نقول مرحلة انتقالية ماهيش منطقية في بلاد لكل 5 سنوات ترجع للصناديق، من الرئاسيات للبلديات كل 5 سنوات نمشي نصوت. إذن كذلك قضية إدخال الجيش في هذه المواضيع، نحن أكدنا أن في تصور التجمع الوطني الديمقراطي الجيش ثاني مؤسسة وطنية بعد رئيس الجمهورية ليجسد الوحدة الوطنية. سي لا دوزيام انستيتيوسيون كونستيتيوسيونيل كي انكار لونيتي ناسيونال. إذا من الأفضل ما نقحمش الجيش اللي هو زيادة على مهامه الدستورية يبلور الوحدة الوطنية هو كذلك في النقاشات والصراعات الحزبية اللي من المنطلق تكون فيها خلافات. إذا كان الساحة السياسية متعددة معناه أنه الآراء تختلف وحتى نصل في من حين إلى آخر إلى صراعات. خلاصة القول كذلك عرضنا على وفد حركة مجتمع السلم موضوع نادينا به عدة مرات وندانا لحوار وطني حوار سياسي حول طرق وسبل لبناء اقتصاد سوق ذات طابع اجتماعي.